السلام عليكم عم مختار، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. عندي هاي السيارة موديل 2002 مرسيدس، موديل 2002. عندي السيارة يا طويل العمر، الصباح تشتغل وهي باردة دقة واحدة، ومن اطلع فيها مشوار واجي ابغى اشغل السيارة ما تشتغل. ما ادري ايش المشكلة، كان تفيدنا يا عم مختار الله يعطيك العافية. تعمل هيك السيارة ما تشتغل يا عم مختار. هاي الصوت اللي يطلع عندها زي كذا، تبغى تشتغل بس ما تشتغل، زي كذا تعمل. شيكت على كل حاجة، بدلت فلتر، شيكت الهواء كامل، ما في أي دخلة هواء على السيارة، وإذا برد الموتر دقة واحدة ويشتغل. ما أدري كانت تفيدنا عن نوع العطل. أكون لك من الشاكرين. السلام عليكم.